هل هناك بديل لهذا الحزب الحاكم؟ هذا هو السؤال. هل هناك بديل؟ ليس هناك بديل مع الأسف الشديد. يعني حزب الجمهور كليشتارو شعارات فقط لا غير، وأحزاب أخرى في الحقيقة حزب الخير هذا مير الأكشنر، هذا الحزب أيضا هنعرف أنه حزب مشروع لطرف ما غربي. ماذا عن القنبلة الكبرى بحسب التقارير بأن ستكون هي جلب الرئيس السابق عبد الله قل ويكون منافس للرئيس أردوغان؟ ماذا عن هذه النقطة؟ هذا مستحيل. لماذا؟ لأن هناك يساريين أصليين في داخل حزب الجمهور الشعبي، مستحيل هؤلاء يصوتوا لواحد مسلم يصلي ويسجد. هذا حقيقة تركية، يخالف واقع تركي. لكن ذكرت بأن السبب الآن في تحالفات ربما تكون فقط لإسقاط أردوغان، ولماذا لا نأتي بعبد الله قل ويكون منافس لأردوغان؟ لأن عبد الله مسلم يصلي. مستحيل واحد يساري. هي شخصية أم خلفية دينية؟ خلفية دينية. يعني حزب الجمهوري فيهم أصوليون حقيقيون يساريون، هؤلاء مستحيل أن يصوت الواحد يصلي ويأتي زوجته متحجبة في القصر. لذلك يعني لا يمكن في الحقيقة أن يتفق على شخصية، لأن هذه الشخصية لا تتناسب لكل أحزاب. هذا هو مشكلة بيننا. طيب سيد قول سريعا بنفس النقطة بموضوع ترشح أو يكون منافس للرئيس أردوغان هو الرئيس السابق عبد الله قول، ماذا عن هذه النقطة سريعا لو سمحت؟ يعني بالإضافة لكلام الأستاذ عبد المطلب، لم تشهد تركيا أن يكون هناك رئيس بعد أن تنتهي ولايته ثم يعود رئيسا مرة أخرى. هذا لا يمكن. هذه نقطة جدا مهمة. الشعب التركي متعود على الدماء الجديدة، متعود على قيادة وعلى كاريزما معينة. على من البديل لحزب الحاكم إذن؟ أو لرئيس أردوغان؟ هل هناك بديل؟ نسأل، هناك مسألة صحيحة. يعني لماذا نسأل عن بديل ما دام الرئيس أردوغان موجود؟ يعني البديل يبحث عنه بعد أن يكون الرئيس أردوغان غير موجود لسبب ما، يعني حفظه الله. ولكن البحث عن البديل في الوقت الحالي غير وارد. وكذلك حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية يؤكد مرارا وتكرارا أن المرشح الوحيد، هذا كلام دقيق، المرشح الوحيد هو الرئيس أردوغان. لا يتطرقون إلى بديل، لأن التطرق إلى بديل هذا يعني أنه ربما جميل. يكون هناك شكوك في الرئيس أردوغان. ختاما معك بعنوان لو سمحت سيد أغلو، ختاما معك إذن ما الذي ينتظر تركيا في الانتخابات القادمة بعنوان لو سمحت؟ والله السياسة يعني علم صعب وعالم حساس، وبين عشية وضحاها قد يتغير كل شيء. ولكن أنا أنظر أن تركيا ينتظرها الكثير من الخير والمزيد من الإشراق رغم التحديات الحالية. وفي حتى على المستوى الشخصي كلما زادت التحديات عند الشخص الناجح يتألق أكثر ويبدع أكثر، وهذا ما ننتظره من الرئيس أردوغان. ماذا ينتظر في الانتخابات القادمة سيد عبد المطلب ختاما معك؟ هذا الشعب يهتم في الحقيقة بجانب اقتصادي هذه المرة في الانتخابات المقبلة، وحزب العدالة التنمية حزب الوحيد عنده مشروع اقتصادي وعنده خطة، لذلك أحزاب أخرى ليس لها خطة ولا رؤية. لذلك حزب جاري ومطبق أهدافه وخططه اقتصادية، وهناك مشاريع كبرى، كل هذا في الحقيقة إن شاء الله ستنجح، مع العلم أن تركيا استقرت اقتصادي وتمشي وصادرات قيضة كلها الآن ما شاء الله تحقق إنجازات على مستوى جميل. جمهور التركية. شكرا لكم الأكاديمي والمحلل السياسي التركي سيد مطلب أربا، ونشكر من كان معنا في هذه الحلقة السيد مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي التركي، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة.